نسبة النمو في الإنتاج قاربت 40%، حققتها صناعة الحديد وتحويله في الجزائر العام 2021 بقيمة صادرات قاربت 22 مليار دينار بفضل مجمع سيدار للحديد والصلب وبعض الوحدات النشطة كوحدة بومرداس لصناعة الهياكل المعدنية. المؤسسة تاعنا مختصة في دراسة وإنجاز كل الهياكل والمجمعات المعدنية بما فيها المصانع، المستودعات والمجمعات الكبرى. هي مؤسسة ناشطة في قطاع الحديد والصلب، من بين 450 مؤسسة ناشطة في هذا القطاع، وهي مؤسسة داعمة لنشاطات أخرى ولمؤسسات أخرى من حيث توفير المادة الأولية ولو من حيث توفير ليزاكسيسوار دوتخ كيون ليا افيك دوتخ اكتيفيتي. الوحدة المتواجدة بمنطقة ولاد موسى ورغم حداثتها تشغل 40 عاملا بين جامعيين ومهنيين، وتصنع هياكل المجمعات المعدنية بقدرة إنتاج تزيد عن 5000 طن سنويا. جيت المصنع هذا على طريق لانام، راني في منصب بيرسوز، ان شاء الله نكونوا من الناس اللي يساهموا في التنمية تاع الاقتصاد تاعنا. عندي شهرين من جيت لهنا والحمد لله راني نتعلم، رفت بزاف صوالح الحمد لله. نتعامل مع 6 مؤسسات من شركات كبرى، رانا نديرهم في التوسيعات تاعهم. كغيرها وبمنتجاتها النصف الجاهزة، تسهم وحدات التصنيع المصغرة في تحقيق التكامل والشركات الكبرى، ما يضمن المناولة الصناعية ويحقق النسيج الصناعي الذي يرهن على تحقيق 15% من الناتج الخام.